قوة يا أحلى خوات بالدنيا. الموضوع هذا مهم حق البنات اللي يعانون من آلام العمود الفقري، سواء ديسك، حرج نساء، هشاشة عظام، عندهم خشونة في الركب، فلات فوت، عندهم عذ بلا من الشيطان يبون يبدلون ركبة. خلي يركزون وياي في السنابة هذه، ضروري ضروري لأنه ما راح أعيد. طيب أنا بتكلم بشكل شخصي، أنا أعاني من 6 ديسك في ظهري. الإمراي اللي أنا سويته يمكن مر على دكاترة الكويت كلها، سواء حكومة سواء خاص سواء مشهور أو مو مشهور. الأغلبية لما يشوفون 6 ديسك في ظهري أول سؤال يقولون أنت شلون تمشين؟ يعني أنا من النوع اللي حيل أتعايش من مع الألم، وبنفس الوقت أخذ مسكنات علشان أمشي بيومي. من كثر ما قالوا لي عملية أو قالوا لي أن تحتاجين دعاميات، في ناس قالوا لي تحتاجين منظار، يعني أبوه للجنة اللي قال لي تحتاجين منظار. فقبل 2 سنين كانت المستشفى هذه جايبة جدتي علشانها، جدتي مقعدة فيها شلل نصفي، وبنفس الوقت عندها مشاكل في الأعصاب وأعصاب المخ اللي أثرت على الإدراك عندها أنها لا تدرك. فجبناها هني فتحسنت 180 درجة. فلما تكلمت ويا وحدة في العناية المركزة امدحت لي دكتور بترا لعلاج العمود الفقري من هالديسك. فقلت أكشلي أنا موجودة هني، خلنا أروح يعني أعرض الإمراي عنده. فلما دخلت على دكتور بترا وشاف الإمراي قال نقدر، طبعاً بناء الغضاريف هذه شيء مستحيل، يعني مادة إلا بالخلايا الجذعية وهذه يسوون عليها دراسات علشان يمكن أنها تكون كعلاج، وهذه صعبة العملية، في ناس تستفيد منها وفي ناس ما تستفيد. ولكن عند دكتور بترا هو تحفيز الغضاريف ويردها لمكانها، يعني وزائد مع التحفيز كولاجين يبني مكان الغضاريف مادة، أو كعلاج يعني تدخل جراحي يصنع مادة ما بين الفقرات، ما أدري شنو اسمها نسيتها بس أنا ما سويتها. فلما بديت ويا دكتور بترا العلاج الليزر مع الكهربائي شفت تغيير، يمكن عشان ما أظلمه 60%. دكتور بترا الحلو فيه أنه يتحدى الحالات اللي عنده، أنه يعالجها بدون تدخل جراحي عن طريق جلساتها والأدوية، ويخفف المسكنات تقريباً خففها لـ 50%. أقدر أقول له أنه أشطر دكتور يمكن مر علي، لأن أغلب الدكاترة يختارون الحل الأسهل، منظار، يختارون دعاميات، عملية، يعني ما يتعبون على الحالة. يعني دكتور بترا يقول بس عطيني من وقتك 6 أسابيع. 6 أسابيع الجلسة يمكن 30 دينار، أنت تبين تاخذين مثلا 30 جلسة 900 دينار، نقول من 900 إلى 1200. المستشفى هذا ليش حلو أو الأول في تايلند؟ هو مستشفى خاص يعتبر في تايلند، مو نفس المستشفى الملكي الحكومي أو المستشفيات الثانية. ดีๆกับโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ